يوم الخميس 17/9/2020 تتسلم مديرية أوقاف المنيا الدفعة العاشرة من لحوم صقوق الأضاحي لهذا العام زنة 4 طن، ليصل مجموع ما وصل إلى محافظة المنيا من لحوم صقوق الأضاحي لهذا العام حتى هذه الدفعة 38 طن. نتوجه بخالص الشكر والتقدير لمعالي الدكتور الوزير محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على هذا المجهود، ويعني نتقدم بخالص الشكر لجميع العاملين على هذا والقائمين على هذا المشروع، وبنأكد مرارا وتكرارا على إخواننا اللي هيستلموا الدفعة زي ما بنأكد في كل دفعة، الحق يصل إلى مستحقيه. إخواننا من الأسر الأولى بالرعاية، كل في دائرة إدارته يقوم بالتوزيع على الأسر الأولى بالرعاية ودون إنقاص من حقهم أو تقليل من شأنهم، نؤكد على أننا جميعا خدم لهم في أي مكان. نسأل المولى عز وجل أن يحفظ مصر قيادة وشعبا بمشيئة الله عز وجل. تستقبل مديرية أوقاف الأليوبية اليوم الخميس الموافق 17/9/2020 الدفعة 11 من لحوم صقوق الأضاحي. هذه الدفعة قدرها 3 أطنان، وبذلك يصل إجمالي ما تسلمته مديرية أوقاف الأليوبية حتى الآن 35 طن تم تسليمها بالكامل إلى الإدارات الفرعية تمهيدا لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يجعل هذا العمل في ميزان القائمين عليه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، اليوم الحمد لله رب العالمين الخميس الموافق 17/9/2020 استلمت مديرية أوقاف الفيوم سيارة لحوم صقوق الأضاحي محملة ب4 أطنان من اللحوم، وبذلك يكون العدد الإجمالي الذي تم تسليمه لمديرية أوقاف الفيوم منذ البداية وحتى تاريخه 32 طن.